لله. بس ايه دي بتقول لي انا منك لله يا ستي؟ ما تقول منك لله. قولي ايه ايه منك لله؟ ما تقول منك لله. ده انت انسان مستفز. انا لازم اتفكي. اقسم بالله مستفز. حاضر. نعم يا اخويا. ما انا ممكن اكسرها لك بجد. ها انا ممكن اكسرها لك بجد. انا رجلي شدت. تتلمي نفسك. عارفه يعني ايه تلمي نفسك؟ يعني ممكن فعلا اكسرها لك بجد وانت تقعد خالص ما تتكلمش. استهدي بالله، مفيش حاجه اسمها كده. ده ايه ده؟ انت عارفه دي اسمها ايه؟ اسمها مرقعه. اسمها وقعه. هي وقعت غصب عنها. ما ينفعش. اسم الله عليك يا حبيبتي. لازم الحقها. تلحقها؟ اه. ما طبعا. في راجل تاني معانا؟ طبعا طبعا. ميرسي يا كابتن. ميرسي قوي. سلام. عقبال التانية. ليه يا ستي بعد الشر انت ليه كده؟ انت ايه دي شوية؟ ايه النفسية دي؟ انا عقبال ما تبقي زيي. ما انت لو عندك دم هتبقي زيي. لا يا ستي بالله ليه كده؟ معلش. لا خالص. مش قصدها، هي وقعت لوحدها. كابتن هو ده اسمه ايه اللي بيحصل على طول؟ اللي حصل لي قبل كده في النادي. اه ده اما انا جيت عملت لك رجلي ده كرم. او البتاع اللي هي في رجلي. بيحصل ليه بقى ده؟ عملت لها ايه؟ شد وانت واقعه. انا بكلمك يا احمد. إيه؟ عملت لها ايه؟ كرام ده بيجي شد إيه؟ رجلها فلازم. فانت عملتها لها بقى. ايه؟ آه. ثانيه واحده معلش. طب اسمع بيقولوا ايه بس. سامعه ولا اجي اسلك لك ودانك؟ قولي لي لو محتاجه حاجه ممكن اساعدك. انا مش هرد عليها عشان اقول ليه يا حبيبتي. طب انا ممكن اجي اعملها لك على فكره يعني. انت دارسه زي اه لا لا هو انت لا لا صدقيني. إيه؟ تيجي نجرب هوريها. لا اسكت بقى. لا وريني توجعيني. دي وجعاكي؟ اه 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 ايه ده؟ ايه ده مش ممكن والله. استهدي بالله واقعدي. ايه ده؟ ايه هو عنيف انا صح؟ هو ايه؟ عنيف. انت ازاي كده؟ لا بجد ازاي كده؟ معلش معلش حقك عليا. اهدي حقك عليا؟ اهدي خالص. يعني ايه حقك عليا؟ اهدي خالص ما ينفعش. طب قوي 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 كده. انت عارف والله العظيم مش خاطرك. انت بس قوي كده تعمل فيها محضر. والله انا بتعملي ايه؟ تعالي. بتعملي ايه؟ تعالي. انت ازاي بتعملي كده فيا؟ ده انت عارفه ان انا مش هنزل مستواي لمستواكي. تعالي. انت عارفه كده؟ انا مش هكلمك اصلا. انا كلمي مع خليفه مش معاكي. استاذه استاذه ايه؟ انتوا جايبين تهزوني هنا؟ تعالي. تعالي. يعني ايه ده ينفع اللي بيحصل ده؟ تعالي هنا. يعني ايه يعني تعالي هنا؟ نفسها واه ومش اه. تعالي هنا. ايه الصعوبات دي؟ دي قله ادب. تعالي هنا. اسم الله عليكي. تعالي هنا. نعم. تعالي هنا. تعالي. احمد اقعد. تعالي بس اقعدي. اقعد لو سمحت. تعالي اقعد. سيبني انا اتصرف. انت مش عارف تتصرف. انا لا انا بعرف اتصرف. تعالي اقعد. انا بعرف اتصرف وهي ما عملتش حاجه. رجليها وجعاها. اقعدي. اسم الله عليك. اقعدي. اسم الله عليك. اقعدي. معلش احنا اسفين. هي بس مش نفذه زي ما قلت لك. الف سلامه عليك. اذا كان عاجبك احنا كده عشان نكمل الحلقه. لا انا مش قابله اعتذرك. انا قابله اعتذره هو. خلاص كملي معاه الحلقه. هو هتكمل الحلقه. استناك عند العربيه. اصبري بقى كابتن. أصبري. ده هوا. أصبري. ده هوا ومش هينفع ان انا البرنامج بتاعي يبوظ. صح والله. شخصيتي ما انت انا هقول لك على حاجه. بصي يا حبيبتي بره انت لو انسانه محترمه هتبقى برنامج حلو قوي. انت انسانه مش محترمه. هي محترمه. لما واحد يكون متجوز وتكلميه قدام مراته كده يبقى انت انسانه مش محترمه. اصبري بقى. اصبري. استهدي بالله وما تتصرفيش. دي اقل حاجه ممكن اقولها لك. اصبري بقى. وانسانه مستفزه. اهدي والله. إهدي. واحده غيرك كنت عملت فيها محضر عشان خاطر خليفه. تيجي نعمله. تيجي نعمله حبيبي. مفيش حاجه. مفيش حاجه. دينا تمام. ماشي يلا نكمل الحلقه. ما اسفين حضرتك. والله العظيم انت راجل حقيقي. لو يرضيك اللي بيحصل ده يبقى انت أنا راجل. انا حقيقي. انا قلت لك. انا قلت لك انا بحاول اهدي الموقف. احنا ما ينفعش ندخل الدنيا والمعارف في البرنامج. احنا جايين برنامج. اه يعني من الاخر كده احترم نفسك. يلا كمل. انا كلمه كمان مش هسكت والله العظيم. بكلمه كمان قدام الكرو قدام الناس بتتكلم كلام مش كويس. احترم نفسك. انا عايز اقول لك على حاجه. لولاك يا خليفه والله كنت عملت لها واحده. اسمه كابتن خليفه. اهدي بقى يا حبيبتي. اسمه كابتن خليفه بدل ما ازعلك. والله العظيم هزعلك. اقسم بالله هزعلك. والله ملهاش دعوه. ملهاش دعوه. انت انسانه مش محترمه. ملهاش دعوه. رجلي والله انسانه مش محترمه. عقبال ما اكسر لك التعب. ملهاش دعوه. ملهاش دعوه. امال مين انت اللي ليك دعوه؟ انا اللي ده ليه دعوه. انا ليه دعوه. انا المسؤول. المسؤول. اه اقعدي بقى. ابعد انت من قدامي خالص. اقعدي بقى. وانت بتدي اوردر يعني بتدي وقت بناء على ايه؟ مش انا اللي بدي الوقت هنا. راحتك يا استاذ. مش هي صاحبه الموضوع. انا مش عارفه.
شاطر. اهدي بقى. حاضر. معلش يا استاذ. على راسي يا كابتن، على راسي بجد. ليه راسك تتكسر يا رب؟ ليه بقى تاني؟ يا رب بعد الشر عليا. لازم اقول هي. والله بعد الشر عليا بجد. الله اكبر. الله اكبر. بخاري نفسك. حلو ده. اقرا لك قول اعوذ برب الفلق. والله لازم بوصي الحلقه منك لله بجد. اهدي. تقولي منك لله. بس. اهدي. بتقول لي انا منك لله يا ستي، ما تقول منك لله. اوعي اوعي كده. منك لله. ما تقول منك لله. انت مستفزه. انا لازم فيكي. اقسم بالله مستفزه. ما شفتش كده في حياتي بجد. يلا يا حبيبي يلا يلا طلع لندن، خلينا نمشي الحلقه دي. يلا يلا سجل بقى اللي بيحصل ده كله. اه سجل عشان تعمل لي محضر. طلعنا. بصوا في الكاميرا واضحكوا عشان هقفل الحلقه. فين كاميرتك اهي؟ شوف تعودها تيجي بتاعت وقت اساسا. اه معلش. يلا طلعني. طلعني بس بقى بس بقى. ايوه خليكي بالضحكه دي عشان انا قافل الحلقه دي. بس حلوه بقى. اه انت ايه؟ حاضر يا حبيبي خلاص. يلا يلا بابي كاس. اهدي. 3 2 1 اتفضلي. ورجعنا لكم تاني مع هو وهي اللي ما طلعش هو وهي، وطلع مراتي في ورطه الجزء الثاني. لا تراجع ولا استسلام، مقلب مزدوج من احمد ومؤمن. برافو برافو برافو. لا 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 بس 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 خلاص. نقعد بقى ونهدى بقى، نقعد بقى ونهدى بقى. حاجه بعدين انت كسرت لي دراعي. لا بس بجد انت مستفزه جدا. خبطه كانت جامده جدا. سلمي على الكابتن يا حبيبتي. انت جاي تسلم عليها هي؟ مقلب مزدوج ده. انت جايبه ده منين؟ مقلب مزدوج. بجد انت جايبه ده منين؟ يعني ايه ده؟ انا اللي حد في غيرك. اهدي بقى اهدي اهدي بقى. حبيبه ما شكتيش خالص ان هو مقلب؟ لا لا انت فظيعه بجد. ايه يا حبيبه ده انا كيوت وانا قدامك. كيوت انت ده انت لما نروح البيت. انا تمام. ده انت استنى عليا. مقلب مزدوج. تخيلي بقى لما يبقى اخويا وجوزي في مره واحده. ما ايه الحب ده؟ ايه الدنيا دي؟ دول فين الامان يا جدعان؟ مش امان ولا ايه؟ احنا بنعشقك. لا بس بجد الضحكه الحلوه دي هنبص في الكاميرا. انا اسفه والله معلش والله معلش يا ميسي بجد انا اسفه جدا بجد. احلى حاجه في الدنيا. زي القمر.